وسط هذه الكتبان الرملية ببلدية بودا ندم الرالي التزامني النظامي للسيارات الميكانيكية قصد اكتشاف المناطق السياحية التي تميز جنوبنا الكبير. فضل النادي باش يقدم هذه الطبعة الأولى بالتزامن هكا باش تكون النادي الأهداف تاعو مش غير رياضية، ثقافية، سياحية، تعرف بالمناطق السياحية. كانت عندنا المرحلة الأولى الانطلاق مساحة الشهداء بمقر البلدية إلى بلدية بودا في الكتبان الرملية بالتزامن مع العروض المسرحية المقامة في الهواء الطلق. الرالي يشكل فرصة للتعرف والدعاية لسحر المكان، فهو قد لا ينافس الراليات العالمية لكنه يتيح للأجنبي فرصة التعرف على الصحراء الجزائرية. هي أفضل ترويج للسياحة سياحة الصحراء، وأن يأتي محبي الصحراء والتواريخ القديمة ليمضوا أوقات طيبة في هذا الفضاء المتسع الذي يجمع الجميع. الرقص، الفنون الشعبية الموجودة هنا، الفنون احنا بنسميها في فلسطين فنون شعبية، هذه فنون تراثية. شفنا عادات بعض القبائل الجميلة الموجودة في هذا البلد الجميلة بأهلها بحبتها، بالشجر النخل اللي طالع حانا أكلنا من طمرها اللي هو الجميل، حتى أخذت منها بذورها لكي أزرع فيها، أزرع منها في فلسطين وفي غزة إن شاء الله. لا خاسر في الرالي، فالكل هنا يفوز بمشاهدة مناظر طبيعية خلابة والتعرف على سحر صحرائنا.